Monsieur le Président de la Fédération de Russie. فخامة رئيس روسيا الاتحادية. Permettez-moi tout d'abord. اسمحوا لي قبل كل شيء أن أعبر عن شكري وعن شكر وفدي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والمعاملة الشقيقة التي تمتعنا بها في مدينة سان بطرسبورغ. أود في نفس الوقت أن أتقدم بعبارات الشكر من كافة الدول الإفريقية وشعوبها على تنظيم قمتنا، من شأنها توطيد وتعزيز التفاهم بين إفريقيا وروسيا الاتحادية. ربما البعض يستغرب من الاهتمام الذي تليه روسيا بإفريقيا، فيجب أن أقول بهذا الصدد، كل واحد يعرف ذلك، أن في الستينيات القرن الماضي نحن حصلنا على الاستقلال نتاج النضال والصراع الطويل، وآنذاك الاتحاد السوفيتي قدم معونة صريحة وكبيرة، فنود أن نشكر بلدكم العظيم على هذا الدعم، فإن قمتنا اليوم مكرسة للتعاون. فذلك التعاون دائما يأتي بالثمار لإفريقيا. اليوم العالم يواجه الكثير من التحديات، الجفاف، الأزمة الاقتصادية، ضف إلى ذلك جائحة كورونا، فهذه الصفحة الجديدة في تاريخنا المشترك، ولكن نحن لا ننسى المسائل الأخرى الاقتصادية بما في ذلك التضخم، ووجها لوجه أمام هذه المشاكل نحن ندعى إلى التعاون، التعاون الذي دائما كانت روسيا تهتم به مع دول إفريقيا، ونحن على يقين من أن باستطاعتنا أن نتقدم بحلول المناسبة لجميع شعوبنا. هناك في إفريقيا أكثر من 1.1 مليار نسمة، ولكن تمثيلنا في المستوى العالمي ليس في محله وعلى مستوى الكافي. نحن بهذا الصدد نتمنى دعم الروسي في تصحيح هذا الوضع، لأن هذا الوضع صراحة غير عادل لون معه. فأريد أن أشير إلى أن مشكلة التنمية في بلداننا حادة، الأزمة الحالية دهورت الأوضاع، ومثل ما حدث في السابق نحن نتمنى أن روسيا ستجد الفرص المالية بما في ذلك لدعم إفريقيا. نحن نود أن يكون هناك التوجه إلى صندوق النقد الدولي أو إلى مؤسسات مالية دولية أخرى لتقديم الدعم للقارة الإفريقية في حال حالات أزماتها، كما علينا أن نتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومعالجة المسائل الأمنية. روسيا تقدم دعما للدول الكثيرة في مكافحة الإرهاب، وأفريقيا اليوم تواجه نفس المشاكل، وأيضا طيفا واسعا من القضايا والمشاكل الأخرى، وأنا أتمنى بأن سنسير كتفا إلى الكتف، جنبا إلى جانب، في طريق مشترك ونمضي قدما. لن أذهب في جميع التفاصيل، ولكن أريد أن أغتنم
هذه الفرصة من جديد كي أعبر عن شكري لروسيا الاتحادية وقياداتها على دعم للدول الأفريقية في معالجة القضايا الاقتصادية. فطلبتنا يتلقون علوما في الجامعات الروسية، هم يعودون إلى بلدانهم بعلوم وشهادات، فأشكر على ذلك روسيا. كما أتمنى بأن نتاج قمتنا اليوم ستتقوى الاتصالات بين روسيا وإفريقيا، وشكرا لكم. يا فخامة الرئيس، شكرا لكم. هو قال أن البعض يستغرب من الاهتمام المتزايد لروسيا بإفريقيا، وأنا أعتقد بأن هذا ممكن ليس استغراب بل الحظر، فيستغربون البعض أن روسيا في المحطات السابقة أولت اهتماما غير كافيا بإفريقيا. لدينا خبرة طائلة وواسعة ادخرناها على امتداد العقود، لذلك في بعض الأحيان لم نولي اهتمام كافي بإفريقيا، ولكن مراعاة للقدرات المتاحة الحين ومراعاة لنجاحات خرزناها أشواط قطعناها، نحن نستطيع أن نستأنف تعاوننا، وأنا أتمنى بأن عملنا المشترك سيستمر ونحن نتخذ الخطوات صوب ذلك.